السلام عليكم زباين ماركة موديكس البريطانية. اليوم راح أشرح لكم على جهاز وصلنا جديد اللي هو IPL الليزر المنزلي. هذا الجهاز طبعا تصميمه كلش حلو، في ملحقات كلش لطيفة. عندك الموس على مود الشيفينج، يجي ويا هاي النظارة اللي هي ضروري استخدامها أثناء استخدام الليزر إنه تلبسونه على مود لا يؤذي العين. طبعا ويا يطلع هذا الكتالوج مغلف بطريقه كلش ناسكه اللي هي راح تطلع ويا طريقه استخدام الليزر، انواع الشعر وانواع الشعر اللي الليزر يشتغل عليه، ما يشتغل على اللون الاشقر الفاتح كلش والقريب على السيلفر واللون الاحمر، الليزر ما يشتغل على هاي الالوان. وبالنسبه لتون الجلد، لون الجلد ما يشتغل على الدارك كلش، اللون الغامق كلش ما يشتغل عليه، أما هاي الألوان يشتغل عليها. وهاي الملحقات مال الليزر وطريقة استخدامه وبعض المعلومات اللي ممكن راح تفيدكم. الجهاز هذا ضمانه 3 سنين، يشتغل على 48 واط تقريبا ربع أمبير. يطلع ويا هذا الستاند اللي هو كلش فخم، هذا هنا تقدرون تخلون تحتفظون بالشاحنة بالواير مالت الشاحن، وتقدرون هيك تخلون الجهاز. طبعا الشاشة ما تكون ديجيتال، خلي شغل لكم اياه. الشاشة تكون ديجيتال وبيها خاصيتين، خاصية الاوتو وخاصية الياقوتة الثلجية. من تفعلونها الليزر راح شنو يكون بارد باعتباره جهاز ليزر ثلجي، فاللي ما يتحملون لسعات الليزر اللي تكون ممكن شوي حارة يقدرون يستخدمون هاي الخاصية بحيث ما يتألمون نهائيا بدون ألم. فالجهاز يشتغل على الوجه، كل الوجه وفول بادي كل الجسم. تشغيلة تكون لمس ضغطة شوي قوية، وتكون من 500,000 ضربة. كل استخدام كل ضربة تضربونها ينزل من العدد، يحسب لكم عدد الضربات. وهذا استخدامه كلش آمن كلش سهل، راح يغنيكم عن جلسات الليزر بالمراكز اللي تكون كثيرة ومستمرة. وطبعا أول ما تبلشون به باستخدامه أول أسبوع تستخدمونه مرتين، أول أسبوع يستخدم مرتين، الأسبوع الثاني مرة واحدة، يعني أسبوع باعتبار الأسبوع الثالث مرة واحدة والنوب مرة واحدة. بهاي الطريقة تكون استخدامه كلش آمن كلش سهل، ويفضل انه الجلد يكون جاف مو رطب، وانه تسوون الشيفينج قبل استخدام الليزر ب 24 ساعة على مود تحصلون على نتائج افضل. وان شاء الله يعجبكم، السعر مالته كلش مناسب، واللي ياخذ اكيد ما راح يندم لانه كتغليف كملحقات كجهاز وديزاين ووظيفة لا يعلى عليه صراحة. فعن تجربة احكي لكم وشكرا.